تستعيد ذكرياتها مع الكتب والمذاكرة حتى بعد حصولها على المركز الأول في شعبة علم علوم في نتيجة الثانوية العامة هذا العام. الزهراء جمال ابنة قرية جهينة البحرية بمركز فقوس بمحافظة الشرقية صاحبة مشوار طويل ومرهق نحو التفوق. كنت بنام 6 ساعات في اليوم، باقي الوقت كنت مقسماه بين الدروس والمذاكرة. كنت بذاكر كل المواد زي بعضها، وكان ساعات يعني ممكن مادة تزيد عن التانية على حسب. حابة المواد العلوم أكتر، وهي فيها كلية الطب اللي أنا كنت عايزة التحق بيها من زمان يعني. تفوق الزهراء بمجموع بلغ 409.5 درجة منح عائلتها حالة الفرحة هذه بعد طول عناء، وذلك على الرغم من عمل والديها بمجال التعليم، لكنهما عاشا عامين من التوتر والقلق خوفا على مستقبل ابنتهما الكبرى. احنا كنا بنهلل، كان جو الأسرة مش في مشاكل الحمد لله، وكان مهيئ لها الظروف اللي هي نحن نوصلها للدروس بتاعتها وترجع من الدرس، نوصلها ونرجعها. ده كان بيساعدها ان هي تقدر تركز في الوقت المذاكرة يعني. وهي زهراء طول عمرها متميزة من ابتدائي، حافظ القرآن الكريم، ختمت القرآن الكريم في أولى إعدادي. طبعا أنا قلت لها إن الثانوية العامة دي حرب أعصاب، يعني إيه أهم حاجة تكون أعصابك حديد، وهي سنة زي أي سنة، يعني هي زي أولى وتانية وزي إعدادي وزي أي سنة عادية خالص. دراسة الطب هو حلم حياة للزهراء التي باتت على بعد خطوات منه، أمنية تحققت بالاجتهاد والتعب لتعم الفرحة على العائلة والجيران. طارق أحمد، هنا العاصمة.